لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. رئيس الجمهورية حسب دائما هذا التقييم الاستخباري نقل إلى المشفى العسكري في ساعة متأخرة من فجر يوم 28/10/2020، معناها نقلوه على الفجر، الناس ما زالت راقدة. لذلك المعلومات التي وصلتنا من عين النعجة تقول أنه لم تظهر أي بوادر، وهذا الأمر حصل مساء 28، لم تظهر ما يوحي بوجود شخصية مهمة بمقام رئيس الجمهورية في عين النعجة، لم يظهر أي شيء، في حين موجود جنرال في حالة صحية سيئة جدا في الإنعاش، وعقداء وضباط سامون آخرون مصابون بهذا بالكوفيد 19. إذن الرئيس نقل إلى المستشفى العسكري في سحمن. لماذا نقل؟ نقل لأن الرئيس دخل في غيبوبة تامة مساء 27/10/2020. إذن الرئيس عندما دخل في غيبوبة سارعوا إلى نقله إلى عين النعجة فجرا لم يراه أحد، ومن ذلك وفي نفس اليوم عندما الأطباء شافوا حالته لم يستطيعوا تحمل مسؤولية. ونحن نعرف أنه في الأخلاق الطبية أن الطبيب يتخلى عن مريضه إلا في حالة أنه لا يستطيع أن يقدم له شيء، فلذلك يضطر نقله إلى جهات أخرى قد تستطيع إنقاذ حياته، ولذلك سارعوا إلى نقله إلى ألمانيا. لم يذكر هذا التقييم الاستخباري هل اتصلوا بجهات أخرى مثل فرنسا وكما يقال سويسرا وروسيا، لم يذكر هذا. وأعتقد بأنه أن المعلومات التي تقول بأنه تم نقله في طائرة خاصة أصلا لمثل هذه الحالات لنقل الأشخاص الذين يكون لديهم فيروسات خطيرة، لديها طريقة فيزيائية في التنقل في الطيران، في أشياء تتميز بخصائص معينة تختلف عن الطائرات الأخرى العادية. أيضا المصادر تقول أن هذه الطائرة تم جلبها من فرنسا، ولكن هذه المعلومات التي متداولة ورددتها بعض الأطراف حتى في الجزائر، ولكن لم ترد في هذا التقييم الاستخباري. لما أخذوه جرت في ألمانيا محاولات إنقاذ حياته، وقد عاد له بعض الوعي حسب المصادر، لم تحدث أي تطورات ومضاعفات، بل أنه بدأ يعود له الوعي مما جعل حياته وضعه الصحي مستقر، لم يتطور حقيقة، لم يتطور أكثر مما هو عليه. لذلك حتى البيان الرئاسي قال أنه حالته مستقرة، أي مستقرة تفسيري أنا أنها مستقرة على الوضع الذي كانت عليه، لم تحدث مضاعفات أخرى وتطورات تهدد حياته. التقييم يتحدث عن وجود أعراض أخرى للرئيس لا ترتبط عادة بالكوفيد، أنه أثناء هذه الفحوصات المعمقة التي أجريت للرئيس في أكبر مستشفى للعدوى هذا في ألمانيا، تحدث بأنه وجدوا لديه أعراض أخرى. هذه الأعراض مش معروفة بالكوفيد، والآن تجري دراستها، هل هذه الأعراض بسبب الكوفيد أو بسبب أشياء أخرى لا يعلمونها، أو أنها تطورات جديدة الكوفيد. الكوفيد يتطور كما نعلم، لذلك لم يتم إيجاد العلاج لحد الآن له. الرئيس في حالة التقييم يقول أن الرئيس في حالة إنقاذ حياته سيبقى يعاني لفترة مفتوحة، ومن الصعب أن يعود إلى ممارسة مهامه في حالة طبيعية كما كان من قبل. لذلك أن الرئيس بعد هذه الضربة الكبيرة حتى إذا تم إنقاذ حياته وعاد إلى الوضع الصحي وبعد عنه المخاطر، لا يمكن أن يعود إلى وضع الطبيعي. ونحن أنا شخصيا أعرف أناس أصيبوا يتمتعون بأمراض مزمنة، ونحن نعرف الرئيس يدخن بشراهة، عنده السكري بالكمبريمي طبعا مش بالإنسولين، وربما عنده أمراض أخرى لا نعلمها. أنا الأشخاص الذين أعرفهم شخصيا وأصيبوا بالكوفيد
لحد اللحظة يعالجون ويقضون، وإن فقدوا حاسة الشم، فقدوا حاسة الذوق، أو ما زالوا يعانون من مشاكل في الصدر، لا يقوون على المشي، لا يقوون حتى على ممارسة حياتهم الطبيعية، ما زالوا يعانون، يغادرون المستشفى ولكن يضطرون دائما إلى متابعة طبية صارمة في بيوتهم، أو حتى يعودوا يترددوا على المشفى الذي يتواجدون فيه. لذلك من الصعب جدا أن الكوفيد إذا ضرب شخص وتمكن منه وأرقده الفراش وأدخله في غيبوبة أن يعود إلى وضعه الطبيعي، أمر يحتاج إلى وقت ربما طويل، إلا إذا كان تم إيجاد علاج خاص بهذا هذا الوباء الخطير. التقييم يتحدث بأن الجزائر ومن المحتمل جدا ستدخل في مرحلة تشبه مرحلة بوتفليقة، معناها أن الجزائر الآن راح تدخل مرحلة أن الرئيس عاجز صحيا أو مريض، وأن الدولة تسير في ظل هذا الوضع الذي كانت عليه من قبل من بوتفليقة. ويقول التقييم أن السلطات الجزائرية دخلت فيما يشبه حالة الطوارئ من هذا الوضع المفاجئ الذي أخلط عليهم الأوراق الكثيرة. نلاحظ إذن هذا هو تقييم استخباري، وأعتقد بأنه هذا التقييم تقييم قوي جدا. وأيضا هناك تقييمات طبية تتحدث تتماهى مع هذا التقييم، أو طبعا هذا التقييم الاستخباري راح يأتي بناء على مصادر ومعلومات مطلعة جدا، وليست هكذا فقط تأتي على لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.